سلام عليكم. ان شاء الله ناخد اخر درس في المنهج بتاعنا اللي هو يونت 3 فوسلز اند بروتكتنج سبيشيز فروم اكستنكشن، حماية الأنواع من الانقراض. فاحنا خدنا الفوسلز الحصة اللي فاتت واتكلمنا عليها بالتفصيل وعن التايبس بتاعتها وأهميتها الامبورتنس بتاعتها، والليسون دوت اللي هو آخر ليسون بقى عندي اللي هو الاكستنكشن اللي هو الانقراض. هنا هنلاقي الاكستنشن الانقراض. هنتكلم عن الانقراض في بعض الكائنات. Are some animals species no longer exist on the planet Earth. في بعض الكائنات او انواع من الحيوانات مش موجودة حاليا على كوكب الارض، واشارهم طبعا حيوان الماموس اللي احنا شايفينه قدامنا والديناصور، كل دول extinction انقرضوا. From your previous studies you know that living organisms are always in case of equilibrium the number of certain kind of organisms. يعني في توازن بين أعداد الكائنات الحية. Not exist the number of another species. مفيش أعداد بتبقى زيادة في الكائنات عن الكائنات الأخرى. The continuous decrease in number، مع استمرارية إن العدد يقل في الكائنات الحية في الأنواع، without compensation، من غير إن أنا أعوض عن الناقص ده. يعني مثلا أنا العدد عمال يقل ومفيش تعويض، مفيش، ما بيجيبوش أفراد جديدة. Of the decrease the number causing the death of all individual، بيسبب إن كل الأفراد على مدى زمني بتموت كلها. Of this species which now in extinction. هو ده الانقراض، ان هو decrease is a continuous decrease without compensation، بيبقى استمرارية في التقليل الأعداد مع عدم compensation، عدم التعويض in the number، في العدد اللي بيقل ده. In certain species، في نوع معين of living organisms، until the members of species die out، لغاية لما كل الأعضاء اللي في النوع ده يموتوا كلهم. It is dying out of all members species of living organisms. بيموت كل أعضاء النوع الواحد من الكائنات الحية. تمام. Using fossil record to indicate extinction، بستخدم الفوسيلز علشان يسجل لي بعض المؤشرات عن الانقراض. Fossils record include the sequence of living organisms fossils، تتابع حفريات الكائنات الحية. With all left in the cemetery rocks، اللي موجودة في السيمنتاري روكس، الصخور الرسوبية من ملايين السنين. Fossil record indicates، الفوسيلز سجلت بعض المؤشرات. The types of living organisms which lived on each of different ages، أنواع الكائنات الحية اللي عاشت على الأرض في الأحقبة الزمنية المختلفة. The type of extinction living organisms which live on Earth صورة old ages، زي اللي عاشوا صورة في الأولد صورة ages، في الحقبة الزمنية القديمة، زي ديناصور فوسل، زي الأركو بروتيك بابا الأركو باتريكس، زي ميني ماما تايبس اوف فيش، بعض انواع بابا الاسماك، حفريات من الاسماك ما بقتش موجوده حاليا ولكن انقرضت لانها كانت عايشه في ازمنه قديمه، لقيناها في السمنداري روكس من قديم الاسماك.
طب اسباب بقى الاكستنشن، الريزونز اوف اكستنشن، الريزونز اوف اكستنشنز ان اول ذا اوجيتس ماكرو اكستنشن. ايه بقى اللي خلاهم ينقرضوا؟ ميني ساينتست اتريبيوت ماكرو اكستنشن اوف سام ليفينج اورجانيزمز لايك اكستنشن اوف ديناصور ديو تو اوكورس اوف. ابتدوا يعملوا يشوفوا ايه اللي انقرض ليه زي ديناصور كده، هلاقي ان ميتارويت امباكت وذ ايرث، حصل نيازك اثرت على الارض. ذا فايلوت ايرث موفمنت، حركه ارضيه هائله. ثواني يا جماعه، دي واحده. خلاص يا جماعة، يبقى ميترويتس ميترويتس امباكت ويز ايرث، حصل نيازك نزلت على الأرض أو اتأثرت الأرض بنيازك، فأدت إن الديناصور ده اكستند. فايلوت ايرث موفمنت، حركة أرضية هائلة. اكسبوجر اوف ذا ايرث تو لونج ايس ايج، حصل انفجار في الأرض منذ العصر الجليدي. توكسيك بويزنز جازز، في غاز سام ويز ايفولفد فروم فولكانو، خرج من بركان خرج من براكين وأدى إلى موت كل الإيه الدنيسورز. طيب أمال بقى الإكستنشن إكستنشن إن ريسنت أوج. معلش يا جماعة، العصر بقى الحديث ايه السبب؟ طب ده العصر القديم، ان حصل مثلا نيازك وحصل حركات أرضية هائلة، حصل انفجارات، حصل غازات سامة طلعت من البراكين. طب ايه بقى الريزونز اللي في العصر الحديث؟ خلاص، recent extension occurred now is causing in diverse factors, most of them are due to the interference of man with nature, such as من تدخلات الإنسان في الطبيعة أدت إلى الإيج. Cutting a tree of forest، لما أنا أقطع الغابات في الأشجار في الغابات، فأنا كده بعمل تصحر للغابة دي وبقضي على جميع الكائنات الحية اللي هي معتمدة على الأشجار دي في العيشة أو الأكل، فبالتالي أنا كده بأدي إلى إيه؟ إلى إن هما extinction ينقرضوا. أوفر هانتنج، الصيد الزائد عن الحد، إن كان في جماعات بتطلع تصطاد مثلا غزلان برية، بقر بري يفضلوا يصطادوه على طول، حتى ممكن ما يستنفعوش بيه، يصطادوه مجرد الصيد يعني المتعة، فأدى إلى إيه موت الكائنات دي وإيه وتعرضها للإكستنشن الانقراض. environmental pollution، التلوث البيئي. climating change resulted from industrial activities of man and natural deserts. التغيرات المناخية اللي نتجت عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وكمان الناتشرال ديزاسترز اللي هي الكوارث الطبيعية زي زلازل البراكين وهكذا. تمام. طيب the extinct and inter endangered species، يعني الانقراض والكائنات المعرضة للانقراض، يعني في كائنات عندنا حتى الآن معرضين إن هم ينقرضوا في أي لحظة، أعدادهم بتقل، مفيش جديد بيجي غير قليل جدا، فهم بيحاولوا على قدر الإمكان
ان هم يحموهم من الانقراض ده، فبيوفروهم بقدر الامكان بيئه صالحه يقدروا يعيشوا فيها. 100 millions of organisms extinct in the old time. The most famous of them are dinosaur, mammoth. طبعا اللي انقرضوا من زمان اللي معروفين طبعا او المشهورين الديناصور والماموث. طيب و example of extinct species in the recent time. في بقى في الوقت الحالي حيوانات كانت موجودة زمان ومش موجودة دلوقتي. الدودو بيرد. It is the non-flying bird. هو طائر لا يطير. Due to the radius size of its wings, so it is easy target for hunters. هو كانت الجناح بتاعه صغير جدا، حجمه صغير جدا، ما بيعرفش يطير، فأدى إن هو يبقى صيد سهل للحيوانات أو للإنسان فيصطادوا، فاضطر إن هو إيه يخلص وينقرض. كويكا. It is a mammal animal. زي ما انتوا شايفين كده ده animal is considered midway between horse and zebra. عارفين نص حصان ونص ايه زبرا. ده برضه ما بقاش موجود انقرض. طيب ال endangered species اللي هي الكائنات المعرضة للانقراض زي الباندا بير، الريهونسيز اللي هو وحيد القرن، الايبس بيرد اللي هو زي البجع، باربري شيب، بلاد ايجل اللي هو النسر الاصلع، بلاد يعني الاصلع ليه؟ لان ليه سموه كده؟ علشان الهيد راسه is covered with white feather، ريش ابيض which make look like هيد، فبين ان هو ايه اصلع. بابريز بلانت عارفين اللي هو نبات البرجي ده برضو معرض للانقراض. it is used in فارو هاوس تو ذا مانيفاكتورز رايتنج بيبرز، ده اللي بعمل بيه ورق الايه البرد. تمام. طيب افكت اوف اكستنكشن اون ذيس ايكولوجيكال ايكواليبيرا. تأثير الانقراض على التوازن البيئي، الايكولوجيكال ايكواليبيرام اللي هو التوازن البيئي. طبيعي طبعا ان في فوت تشين احنا كنا اخدناها في الابتدائي، ان ذا باث اوف انرجي اللي هو انتقال الانرجي من وان ليفنج تو انذر. فانا لما يجي كائن في النص ينقرض فهو كده بيعمل لي خلل في السلسله دي. يعني انا مثلا عندي جرين بلانت لوكاست هياكل اللوكاست ده هياكل البلانت، فيجي الفروج ياكل اللوكاست الحشرة دي، فيجي السنيك ياكل الفروك، فيجي الايجل او الاول تاكل السنيك، وبالتالي تنتقل لهم الطاقة عن طريق الطعام. طب انا لو خليت واحد في النص من ده مثلا ولو يكن السنيك انقرض اكستنكشن، ايه التأثير؟ ان اكيد الاول مش هيلاقي اكل ياكل، طعام ياكل. هيزيد عدد الفروكز لان مش هيلاقي حد ياكله، فبالتالي هيحصل عدم توازن في البيئة. طب الفوت ويب الشبكة الغذائية، it a group of food chain مجموعة من الشبكات الغذائية connected with each other. The system remain balanced unless one of the member is absent. هيفضل في توازن لغاية لما يظهر يختفي عضو من أعضاء الشبكة أو الفوت ويب أو الفوت تشين. When organisms disappear its role stop، دورها هيقف. affecting the rest of the member of the food chain or the food web. فهنا هيخلي الأعضاء يقدرهم هيقف في الشبكة الغذائية أو السلسلة الغذائية. What is the consequences of ايه الترتيبات اللي هتحصل؟ extinction of species or a group of species from a balanced ecosystem. ايه اللي هيحصل لما ينقرض نوع انواع او جروب من الانواع في التوازن الايكو سيستم؟ هيؤدي ان ايه causes activity اوت لينك، هيسيب فراغ in the base of energy في انتقال الطاقة. طبعا لما انا اخد حاجة من النص طبعا في جاب كده حصلت in this ecosystem،
This will disturb the ecosystem equilibrium or destroy it. يبقى هتدمر التوازن البيئي بسبب ايه؟ بسبب ان عندي انا ال دي واحدة يا جماعة، معلش خليكم معايا. بسبب ان حصل ايه؟ حصل اكستنت. طيب نيجي بقى، الايكو سيستم از كلاسيفايد اكوردنج ذا ديجري اوف ذا افكت اوف اكستنشن. يعني النظام البيئي هنقسمه او هنصنفه على حسب درجة التأثر بالانقراض. يعني سيمبل ايكو سيستم النظام البيئي البسيط، وكومبليكيتد ايكو سيستم النظام البيئي المعقد. هلاقي السيمبل ايكو سيستم ات از ايكو سيستم ذات ا فيو ممبرز اند ات strongly affect by the absence of one of the species. هلاقي فيها السيمبل ايكو سيستم، هتلاقي فيها افراد قليلين من النوع ولكن لهم تأثير قوي لو ايه، لو غابوا على الانواع خلاص. طب الكومبليكيتد هيلاقي ان الايكو سيستم مالتيبلاي ممبر، عندهم اعضاء كتير، اند مي نوت ات نوت افكتد ماتش، ما لهمش تأثير جامد قوي لو غابوا اوف ان ايه سبيشيز، ايه نوع من الايه، من الانواع. طيب ثواني يا جماعة، دي واحدة. It is characterized by the simple bio ecosystem contain a few member of members of living organisms. عندهم أعضاء، عدد من الكائنات القليلين، بس تأثيرهم قوي جدا لو اختفوا. ليه؟ Because is the rarity of the alternative the compensation this absence. يعني ايه؟ يعني لو انتم ملاحظين مثلا هتلاقي أعداد بسيطة، لو مثلا واحد اختفى هيبقى في ندرة في ان انا اعمل ايه؟ اعوضه او الاقي غيره. اما الكومبليكيتد المعقده فهي عندها نمبرز كتير وتاثيرهم بسيط، فانا لو هم اختفوا هيبقى عندي ميني الترناتيف، عندي بدائل كتير، عندي كائنات تانية. ولو يكن مثلا نضرب اكزامبل ان الاولي اختفت، فانا ممكن الاقي ايجل عادي يقوم بنفس الوظيفه، تمام؟ فانما هنا لو الاولي اختفت هيبقى صعب ان انا ادور على حد تاني يقوم بنفس الايه، الدور بتاعها. ان هنا عندي انواع كتير وممكن اي نوع ايه يعوض عن الايه اللي اختفى. دي واحده كمان ماشي. ways of protect from organisms، طرق حماية الكائنات الحية from extinction، من الانقراض. ايه الطرق اللي انا هستخدمها علشان احمي الكائنات الحية من الانقراض؟ putting laws which regulate the process of hunting of living organisms especially the rare type. بحط قوانين جامدة ومنظمة لعملية الصيد وخصوصا للكائنات اللي أعدادها صغيرة. increasing awareness about the importance of natural life to cessation the extinction existence of mankind. يعني إيه؟ يعني إن أنا بعمل توعية لأهمية المنظمات اللي بتساعد على اللي هو ايه، الناتشورال لايف، الحياه الطبيعيه للكائنات الحيه. بريدنج اند بروتكتنج ذا اندنجرد سبيشيز اند سيندنج ذيم باك تو ذا نيتيف هابيتنت.
بحمي الكائنات المعرضة للانقراض، المعرضة لخطر الانقراض، وبوديها للنيتف هابيتد، للبيئة الأصلية بتاعتها، علشان تقدر تعيش وتتكاثر وتلاقي الحاجة اللي هي محتاجاها هناك. Establishing جين بانكس فور ذا اندنجرد سبيشيز، بعمل بنك جيني للكائنات المعرضة للانقراض. Establish natural protected rates area، بعمل محميات طبيعية كتير علشان أحمي الكائنات من الانقراض. إيه بقى الناتشورال بروتكتيد؟ زي وي سيف اريا استابليش تو بروتكت اندنجرد سبيشيز ان زير هوم لاند. دي بيئة أو إريا بحمي بيها الكائنات المعرضة للانقراض في المكان أو بيتهم أو الأرض بتاعتهم. Importance of natural protect protected natural protected provide the endangered species with suitable condition for grow and reproduction away from their nature enemies. المحميات الطبيعية هتدي ظروف للكائنات المعرضة للانقراض إن هم يتكاثروا ويزيد عددهم علشان ما ينقرضوش. يعني ولو يكن ذا امبورتانت وور بروديكتيد من البروديكتيد المهمة اليلو ستون، يلو ستون دي موجودة في اليو اس اي بتحمي الجري بير، اما الباندا بروديكتيد في النورث ايست استرن شاينا بتحمي الباندا بير. طيب أهمية بقى البرودكتيد في مصر، البرودكتيد زي راس محمد برودكتيد اللي موجودة عندنا في مصر، محمية راس محمد، وادي الحيتان بارت اوف وادي الريان برودكتيد، وادي الحيتان جزء من وادي الريان، محمية وادي الريان. It is the first established protected in Egypt 1983، اللي هي راس محمد أول محمية بتؤسس في مصر 1983. ساوث سيناء government في جنوب سيناء، rare species of coral reefs and colored fish بتحمي الكولار ريفز، الشعاب المرجانية الملونة والأسماك الملونة. أما وادي الحيتان بقى فالفيوم كفرنيت كفر ريد اللي هي محافظة الفيوم كومبليت ويلز سيكلتون، بلاقي فيها هيكل عظمي كامل لويلز الحيتان كانت عايشة من 40 مليون ييرز أجو، من 40 مليون سنة في المكان ده. المكان ده كان أصله مية وجفت من 40 مليون سنة، والبقايا الفوسلز بتاعت الحيتان موجودة في المكان ده. فأنا بحمي علشان إيه؟ طبعا دي كنز للفوز، يعني بتعرف على أشكال الكائنات الحية اللي كانت عايشة من 40 مليون ييرز أجو. وادي الحيتان is a part of وادي الريان protected in the الفيوم is considered the most important area in this protected. ليه تعتبر وادي الحيتان هو أهم منطقة في محمية وادي الريان؟ علشان بيكون زي ما انا قلت لكم contain complete whales fossils، فيها حفريات كاملة للحيتان من 40 مليون سنة، فانا اقدر اشوف الحياة كانت تحت سطح المية من 40 مليون سنة كان شكلها ايه. راس محمد بروديكتيتو شيبد از شاير شاير، ادي جزء من راس محمد بس كده، ويكون انتهى المنهج بتاعنا السنة دي على خير. أخدنا 3 يونت، أول يونت كنا بنتكلم عن المودرن بريوتيك تيبل والإيلمنت والووتر، واليونت التاني اتكلمنا عن من ايه؟ نسجل بس انت ما عندكيش. كده خلاص يا جماعة، ويونت 2 كنا اتكلمنا عن ايه؟ على ان يونيفيرس، قصدي الاتموسفيريك اير، الغلاف الجوي. ويونت 3 اتكلمنا عن الفوسيلز والاكستنشن. ان شاء الله لو في فرصة
الأسبوع الجاي هنخش ونعمل ريفيجن عن المنهج كله إن شاء الله. أشوفكوا على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله.